النهارده الحديد نزل حوالي 6000 جنيه ودي نقصان جديد لان كان نازل قبل كده 8، يعني الانخفاضات وصلت ل 14000 جنيه في طن الحديد. النهارده المهندس احمد عز طلع وقال ان اسعار الحديد هتنزل بعد انخفاض سعر الدولار. نفهم اكثر من المهندس احمد الزيني رئيس شعبه مواد البناء في الغرف التجاريه. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا استاذ خيري. اهلا بيك يا فندم. وحضرتك بخير وسعاده. وطمنا الحديد هيوصل لفين؟ والله طبعا احنا الحديد مر بحاله من الارتباك في التسعير خلال شهر يناير وده كان نظير او بسبب زياده سعر الدولار في السوق الموازيه، ان زي ما حضرتك عارف المصنعين كانوا بيشتروا الدولار من السوق الموازيه شويه ب 60 وشويه ب 70 وباسعار متغيره، فكان في حاله من الارتباك في التسعير سواء في الصعود او الانخفاض. ولكن بعد الاعلان عن اتفاق راس الحكمه ما بين الدوله المصريه والدوله الاماراتيه ده طبعا ادى الى انخفاض الاسعار، وفعلا في شركات بالفعل بدرت ونزلت اسعارها ل 47000 جنيه، ولسه الشركات الكبرى يمكن في خلال بكره او بعدها تعلن مع اول الشهر زي المعتاد تعلن اسعارها الجديده، فده طبعا هيؤدي لانخفاض الاسعار، لان المصنع لما كان بيشتري الدولار ب 60 او باكثر او باقل بيعمل تكلفته على كده طبعا مع مراعاه ان هو ما بيشتغلش بكامل طاقته، فبيحمل التكلفه على 40 او 50% اللي بيشتغل بيهم، فالتكلفه بتزيد. طب لو النهارده البنوك وفرت له الدولار ب 30 او ب 40 او باي سعر، في كل الاحوال التكلفه هيبقى في ثبات وهيبقى التكلفه اقل بكتير. هل ده هينعكس على الحديد بس ولا على كل مواد البناء؟ على كل مواد البناء، لان النهارده حصل في حاله من التوقف التام عن شراء الحديد ومواد البناء خلال الفتره دي، كله مستني ان شاء الله بعد رمضان لما الاسعار تستقر. لا مجرد ان اول دفعه بس تدخل من المليارات اللي جايه هيبتدي ملامح في السوق تبان باذن الله. وعايز انا برضو يعني الفت النظر ان مشروع راس الحكمه بالنسبه لقطاع مواد البناء ده مش ان هو هينزل اسعار مواد البناء وبس، ده هيشغل المصانع بكامل طاقتها، ده هيحتاج مصانع جديده. ده هيشغل الاهم اكتر من 2 مليون عامل في قطاع مواد البناء. ده هيشغل العاملين اللي رجعت كلها من ليبيا، بدل ما شبابنا بتعرف في بلاد العالم وبيموت النهارده هيشتغل في المشروع ده. فالمشروع له فوائد كبيره، مش ان احنا هنخفض اسعار بس، احنا هنشغل مصانع، احنا هنشغل عماله، احنا هنقضي على البطاله، وده طبعا كل دي انجازات، ده شيء كويس جدا. طب انا بعتبره اهم حدث في 24 ان شاء الله باذن الله، ده هيبقى اهم حدث في ال 20 سنه الاخيره ان شاء الله. باشمهندس هل ده هينعكس على اسعار المباني؟ اكيد العقارات ممكن تنزل النهارده، هتنزل وهتلاقي النهارده اللي ما كانش بيبيع وواقف النهارده، الناس كانت مسعره على 80 جنيه دولار، ايوه في مطورين سعره على 80، ايوه لان احنا كان في اشاعات وكنا بنسمع ان هيوصل ل100 والكلام ده، ايوه النهارده كله هيبدا يعيد تسعيره من جديد، لان ما حدش هيشتري، ما انا مش هشتري متر ب 80 والاقي مطور تاني بتكلفه جديده باع ب 60، يبقى انا كمستهلك مش هبيع. صحيح مش هبيع وهخسر او هتوقف عن الاقساط. التداعيات دي ممكن تبان خلال فتره قد ايه يا باشمهندس؟ انا ان شاء الله بعد عيد الفطر مباشره، مع ان النهارده الدولارات تدخل في السوق خلاص، اسعار الصرف تستقر سواء عند 31 او 45 او 40 اللي هيحدده البنك المركزي، ونقضي على السوق الموازيه تماما. خلي بالك الدوله المصريه لما عندها القدره على تخفيض الاسعار في اي سلعه مش في الدولار بس. وانا عايز اوجه هنا الشكر لوزاره الداخليه، النهارده مش مشروع راس الحكمه اللي نزل الدولار 20 جنيه بس، ايوه في مرحله اولانيه طبعا عمليات القبض دي نزلته 10 جنيه، ايوه نزل من 73 زي ما شفنا ل 62،
مشروع راس الحكمه نزله 10 او 12 جنيه او 13 جنيه تاني. لا النهارده قاعد ينزل ما بين 48 و49 يعني نزل له. الدوله ان شاء الله قادره على السيطره على الاسعار، وانا بعتبر الحدث ده يعني هو مصر تنتصر على اعدائها في فبراير 24. الحمد لله. بشكرك جدا المهندس احمد الزيني رئيس شعبه مواد البناء في الغرف التجاريه، كلها اخبار مبشره.